في إطار الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بالتواصل مع كافة أبناء البحرين، استقبل سموه حفظه الله في مجلسه الأسبوعي بقصر الرفاع أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع. وقد رحب سموه برواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، تكريسا لنهج المجتمع وسنة الآباء والأجداد وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة. وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير، منوهين بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.